أدرس في كلية الطب، ويطلب منا أن نفحص النساء خلال الدوام في المستشفى، وهذا الأمر حتمي على كل طالب، فما حكم ذلك؟ لا ما هو طيب هذا، لا ما هو طيب. الواجب ان النساء تطببها النساء والرجال تطببهم الرجال، والمسلمون قادرون على هذا، قادرون ان يجعلوا طب الرجال بيد الرجال وطب النساء بيد النساء، هذا المسلمون قادرون على. اما الكفار عندهم لا يهتمون بهذا، ولا عندهم مانع من الاختلاط، الكفار ما عندهم مانع من الاختلاط، أما المسلمون فيجب أن يميزوا هذا الأمر، وأن يجعلوا للنساء طبيبات ويجعلوا للرجال أطباء، والطلبة الطالبات الطب يفحصن النساء، طالبات وطلاب الطب من الرجال يفحصون الرجال.